ذات الشمس معي أنا أماني. مرحبا. كثير من النساء السوريات برز اسمهم خلال الثورة بسبب كل شيء قدموه للبلد والثورة والناس. من هدول النساء بنت الشمس الشهيدة ملك خبية. المهندسة ملك خبية من مواليد 1989 من مدينة دوما. درست الهندسة المدنية لحد ما وصلت لآخر مادة وما قدرت تقدمها بسبب ظروف الحرب والحصار اللي كان مفروض على الغوطة الشرقية. ومن هون بلشت ملك مسيرة جديدة بحياتها بالغوطة الشرقية. وبظل ظروف التعليم السيئة بالغوطة قررت ملك تساهم بهالمجال باللي بتقدر عليه. فاشتغلت مدرسة رياضيات بمدرسة من مدارس الغوطة، وبنفس الوقت اشتغلت بالمجلس المحلي لمدينة دوما لتقدم اللي بتقدر عليه لمدينتها. بالفترة نفسها اشتغلت ملك بمجال حقوق المرأة وتمكينها، فكانت مدربة للقيادات النسائية وخرجت عدد منيح من المتدربات. بالإضافة لكل هاد كانت ملك منسقة لشبكة عدالة لتطوير النساء سياسياً التابعة لمنظمة نساء الآن من أجل التنمية. من أبرز مواقف ملك الداعمة للثورة والسوريين رسالتها اللي وجهتها من الغوطة الشرقية المحاصرة بأربعة نيسان سنة 2017 بالورشة التحضيرية لمؤتمر بروكسل لدعم سوريا، وبحضور الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني والمبعوث الخاص لمباحثات السلام ستيفان دي مستورا وممثلين عن حوالي 50 منظمة. حكت ملك برسالتها عن الغوطة الشرقية اللي انصبغت باللون الأحمر وأحلامها اللي كان المفروض إن تبنيها شوي شوي ببلدها لولا الواقع المأساوي اللي انفرض عليها وعلى كل أهل الغوطة وخلاهم يقضوا الأيام والشهور بالأقبية من خوف من طيران النظام، وطالبت العالم برسالتها أنه يتحرك ويعمل شيء مشان الغوطة وأهلها. وبعد مسيرة عملها بالغوطة الشرقية المحاصرة وتقويتها ودعمها لأهالي الغوطة استشهدت ملك بغارة من غارات النظام بالغوطة الشرقية بتاريخ 25/7/2017 لتكون ملك الملاك اللي أدى مهمته على الأرض قبل ما ينتقل للسماء. بنات الشمس معي أنا أماني.